آه. عم بشوف بطاقة اللي هي انتصار على شخص ممكن يكون هذا الشخص من برج مائي او من برج ناري مائي اكثر عم تاخذ حقك منه هذا الكرت عم بفرجيني كارما اكثر كارما رحت ترجع رح تلف اللفة وتاخذ حقك في هذا الشهر من بعد يعني ظلم اكلته من هذا الشخص خلينا نقول. خلينا نشوف بشكل عام لا برج الدلو الدلويين بشكركم طبعا بشكر جميع الابراج على الـ على الـ الدعم للقناة شكرا كثير لكم، اوه زواج وحب ومشاعر من اولها، والله وعمل لكن عم تبعد شوي عن العادات والتقاليد عم تعيش يمكن مغامرات جديده عم بتعيش عيشه غير اللي انت متعود عليها عم تحاول تعيش شي جديد هاي الفتره عم تحاول تغير كل الاجواء اللي حواليك عم تحاول تغير حتى الناس والله عندك زواج يعني اول كرت واخر كرت كرت آه حب حقيقي أو سول ميد ممكن تكونوا آه، عم تلتقي فيه أو عم تلتقي لا هذا الشخص آه، لك فترة معه مش جديد هذا الشخص آه، رح تنتهي الشهر بفرحة كبيرة ما بقول زواج ولكن ممكن تكون تحضيرات لزواج أو آه، ممكن تكون وعود. صادقة خلينا نقول خاصة إذا الشخص كان هوائي أو ناري أو حتى مائي الطاقات عم بتبين عنا برج التور السرطان الجوزاء أنا بشوفه هذا كمان الدلو أنت يعني ممكن صادف أشخاص من نفس البرج شايفيت لك حب ومشاعر كبيرة أول فترة ممكن يعني بين فترة وفترة تتذكر حب قديم أو تتذكر شغلة قديمة ممكن من بعد فراق صار هذا اللقاء شايفة نهاية مع شخص من برج مائي نهايه يعني اللي هي ما يعني نهايه لابد منها في من بعدها بدايه زي ما قلنا بدايه حلوه جدا إيه شايفه كمان في ممكن تكون عندك فرصه عمل ولكن فرصه عمل هي في مؤسسه في شركه في يعني مش انه شراكه او عمل حر او كذا عم بشوفك لا عم تشتغل في كادر معين فرصه عمل في كادر معين واذا كنت أساساً عم تشتغل ففي عندك أمنية في العمل ممكن تتحقق ، ممكن ترقية إنت عم تستناها ، شايفيتها ممكن كمان شخص يكون من برج هوائي أو ناري يكون هذا الشخص عم يوهمك في أمور في الشغل عم يستغلك يمكن يمكن مش بس في العمل يمكن في, في على أصعدة أخرى آه هذا الشخص عم يوهمك في مواضيع في أمور آه نكون حذرين من مواضيع النصب خاصة من هاي الطاقات أنا ما بقول إنه هاي الأبراج أو هاي الطاقات سيئة ولكن آه طبعاً مش كل أشخاص البرج نفسه بيكونوا نفس الـ الـ الأخلاق أو نفس فبس نكون حذرين هاي الفترة من هذا الموضوع عم بهيئ لنا شغلات عم عم نتعرض لنصب من ناحية عاطفية إذا كان في شخص جديد عم يدخل حياتنا إذا كان هوائي أو ناري ممكن شوي ناخد بس حذرنا ما بقول لك إنه شخص سيء ولكن ناخد حذرنا بس إنه نكون حذرين وما نتوه بسرعة بالمشاعر وما نفوت بسرعة بالمشاعر نتأكد من الشخص قبل ما يعني ندخل أكثر في الموضوع شايفة في عندك سفر ولكن مؤجل هذا الشهر يعني ما رح يكون هذا الشهر في سفر في وعود وأوراق عم بتوقع عليها كرمال السفر ولكن السفر فعليا ما رح يكون في هذا الشهر ممكن يكون في نوفمبر هذا بشكل عام هذا آه اهم شيء كمان شوي آه على الصحه النفسيه من ناحيه التفكير عم بشوفك بتفكر البعض منكم عم بيزيد ويعيد في نفس الموضوع عم بي آه البعض منكم عم بيكون شوي عنده ارق نوم متقطع نفكر بصحتنا شوي اكثر من اللي حوالينا لانه صحتنا اهم شيء ناحيه عاطفيه عم بشوفك اول الشهر عم تتذكر عم بتكون وحيد شوي في فرص عندك او العيون عليك وما عم تعطي فرص لحدا عم بتكون منزوي نوعا ما ولكن سرعان ما تتغير هاي الطاقة هاي الطاقة رح تكون بس مجرد ايام قليلة ولكن رح تتغير بسرعة هاي الطاقة نتيجة اخبار رح توصلك من الشريك اخبار مباشرة يعني الشريك نفسه رح يحكي معك مش انه اخبار رح توصلك عن الشريك رح تاخد حقك من شخص يمكن من علاقة ثلاثية كانت موجودة رح يوصلك حقك في عنا جاستس في هذا الشهر فعم بتكون سعيد في هاي في هذا الموضوع او في هذا الانتصار عم بشوف في فارس أحلام بالنسبة للعزاب أو للناس اللي, اللي خلص بدهم يرموا القديم وبدهم جديد في مجال كتير كبير إنه يكون في جديد عفوا في هاي الفترة خاصة من الأبراج القوس الأسد الأبراج النارية ممكن تكون في فرصة حلوة كتير أو شخص معجب ممكن إنه يبادر في هاي الفترة بالنسبة للمتزوجين عم بشوف الأولاد شوي عم بيسببوا لهم شوية يعني إرهاق شوية تعب ولكن مش كل الأولاد يعني مبين عندي الأولاد نوعين عندكم إياهم نوع كتير هادي ورايق وكذا ونوع شقي فعم شوية تواجهوا يعني مشكلة في هذا الموضوع الأمهات أو الأباء شايفة في ممكن يكون حتى حمل يكون حمل في في ولد مش في بنت على الأكثر خاصة إذا كان الشريك ناري أو مائي عم بشوفك زي ما قلت لك منتصر على علاقة ثلاثية أو منتصر على الشريك نفسه لأن الشريك نفسه رح يجي لك وأنت رح ترفضه أول مرة وبعدين رح شوي تتناقش معاه ولكن أنا بشوف إلك بداية جديدة أكثر ما هي رجوع للقديم في عندك بدايات جديدة حلوة مع أشخاص جداد أنت عم تختار هذا الشيء هذا الشيء ما عم يصير غصب عنك عم بشوفك انت اللي عم تختار انت اللي عم تكون متحكم في الموضوع نشوف مسج من الحبيب ما قادر يقولها او هو بعيد مثلاً وكانه عم بيقول انه هو اسف عم يعتذر عم بيحاول يعمل تغييرات في شخصيته تغييرات جذريه لحتى يوصل لعندك هذا من العقل الباطن تبعه مش من فعم بيعمل هيلينج عم بيعمل شيء ولكن عم بيحاول يعمل تغييرات حتى فيزيكال يعني حتى مش بس اللي هم تغييرات معنويه او كذا لا يعني تغييرات بشكل عام في شخصيته عم بيحاول يتغير لحتى يوصل للليفل تبعك لحتى يوصل لك لحتى يقدر انه يتواصل معك يمكن عم يظبط امور ولكن هو اعتذار انا شايفته اعتذار اكثر ما هو مسج وإذا في تحذير هذا الشهر لبرج الدلو إذا الكرت طلع مقلوب في أمر قديم يعني أنت عم تستناه كتير إلك فترة طويلة على فكرة هذا الكرت مش مش تحسير هذا بشارة عم تستناه إلك فترة عم بتكون في كانت عواصف في مشاكل حوالين هذا الموضوع ما قادر توصل له في عوائق كتير أنا شايفيته بيت بيت ممكن يكون بيت زوجية ولكن في في حواليه كتير مشاكل في أمور فكأنه عم بيوصل لك مسج أنه بس تكون حذر مع الشخص اللي حتبني معاه هذا البيت ولكن أنا شايفيتها أنها بشارة يعني بيت عم تبني بيت مع حدا عم بتكون بيت مع حدا عم عم بيكون في زواج يعني أكثر هذا هذا الكرت فبشوفه خلينا نشوف أوراكل لبرج الدلو تحذير برضو كمان مرة إنه بيقولك ما تدخل ما تأخذ قرارات كبيرة هاي الشهر ما تاخد قرارات مصيرية مثلا زواج تترك عمل تعمل شغل كبيرة لأنه في شوي عدم أمان في هذا الشهر بدنا نكون حذرين وبشكركم كتير لبرج الدلو بشوفكم حبايب بالفيديو الجاي باي